أخرى بكيفية التواصل على هاشتاج مصر الليل. بالتأكيد، شكرا لك أحمد. إذن التواصل سيكون من خلال الهاشتاج الرئيسي للبرنامج وهو هاشتاج مصر أندرسكور الليلة، أو من خلال الصفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما الموضوعان المطروحان في الساعة الثانية من مصر الليلة، فالموضوع الأول سيكون عن الإعلاميين الذين يطالبون بمنع كل الآراء المخالفة للنظام الحالي وكل من يعارض القرارات التي تصدر من قبل هذا النظام. أما الموضوع الثاني فسيكون عن ما أكدته إحدى شركات السيارات الألمانية عن وجود غش في عينات البنزين التي تم أخذها من بعض السيارات التابعة لها في مصر. فكيف ترون انتشار ظاهرة الغش في البنزين في مصر؟ وأيضا الموضوع الأول نذكركم به مرة أخرى وهو الإعلاميون، أرسلوا لنا من خلال الهاشتاج الرئيسي أو من خلال الدخول إلى صفحتي البرنامج، وسنقوم بعرض الآراء للزميل أحمد ومن معه من ضيوف. إليك أحمد. أشكرك شكرا جزيلا عمر. مشاهدينا، نثق أن إعلاميين سيؤدون واجبهم في مجابهة الإرهاب الأسود، وأنهم سيقفون صفا واحدا وراء الدولة وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة في كل الإجراءات الحاسمة. هذا جزء من بيان صدر عن اجتماع مشترك لغرفة صناعة الإعلام والتي تضم معظم القنوات المصرية الخاصة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، فيما قرر رؤساء تحرير الصحف المصرية اتخاذ الإجراءات لمنع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة ومواجهة الثقافة المعادية للثوابت الوطنية. والسؤال، هل أصبح كل رأي مختلف داعما للإرهاب؟ وهل عادت مصر لزمن الصوت الواحد والرأي الواحد والإقصاء لكل من هو مختلف أو لكل ما هو معارض؟ مش عايز حرية رأي، لا حرية رأي على الإطلاق، انسوا الديمقراطية، مش عايزين، محدش كلمة عن الديمقراطية. بهذه البساطة الحاسمة عبر هذا الإعلامي عن المطلب الجديد لإعلام الدولة على خلفية أحداث سيناء. اللي عايز يقف ويقول لك حقوق إنسان يتحرق هو والإرهابيين زي بعض أيا كان من هو. النهاردة البلد في حالة تحدي. كان اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد اجتمع مع غرفة الإعلام المرئي والمسموع الممثلة لتسع شبكات فضائية خاصة منذ بضعة أيام، وقد أسفر اجتماعهم عن بيان جاء ضمنه أنهم سيقفون صفا واحدا وراء الدولة وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة في كل الإجراءات الحاسمة لحفظ أمن مصر وشعبها في الحرب ضد الإرهاب. بعرض لكم الصورة زي ما انتم شايفينها. المفارقة أن اليوم ذاته شهد منع الإعلامي محمود سعد من الظهور في برنامجه بقرار غير معلن الأسباب، أفادت مصادر مفاجأته هو شخصيا به بعد وصوله مدينة الإنتاج الإعلامي، وقد كانت قناة النهار قد أصدرت قبلها بيانا تؤكد فيه منعها ظهور من وصفتهم بمروجي الشائعات، إلا أنها نفت أي صلة بين البيان وبين منع الإعلامي الشهير. موقفنا اليوم هو ليس ضد حرية الكلمة، ولكن هناك فارق كبير بين حرية الكلمة وبين التشكيك في الدولة المصرية. أما رؤساء التحرير فقد جاء اجتماعهم كما نص البيان من أجل اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المخططات التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة ومواجهة الثقافة المعادية للثوابت الوطنية. إنها حالة طوارئ كما يتحدث الجميع، ولا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب. حالة طوارئ في جميع المواقع، مفيش مظاهرة تطلع في جامعة من بكرة، مظاهرة واحدة، مفيش كلب يطلع بكرة في مظاهرة، مفيش كلب يطلع يهتف ضد الجيش، مفيش كلب ينزل الشارع يتكلم إلا اللي عايز ينزل يشتغل. وبخصوص الإعلام المختلف في الرأي أو المستضيف لفئة تراها السلطة وإعلامها معارضة وبالتالي داعمة للإرهاب، فإن التحريض من قبل الزملاء صار من لوازم الوطنية. السبب مش بس فكرة إن هو ما بعتش تجديد، لأ، لأن هو بيهين بلده وبالتالي دي قضية في حد ذاتها. طبعا حضرتك بيعمل في مؤسسة أخرى، مؤسسة تابعة لدولة معادية لمصر. وقد لخصها أحد الإعلاميين لشكل سيناء التي يريدها وربما للشكل الأمثل للدولة التي يدعو لها مثل هذا الإعلام. ونقول للناس أنت تروح شغلك 7 الصبح، تروح الساعة 3، من بعد 3 ننزل الشارع يتقتل يتقتل. لمناقشة هذه القضية انضم إلينا في استوديو مصر الليلة الأستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ سليم. أهلا وسهلا أستاذ سليم. أحمد موسى قال إحنا في حالة طوارئ وفي حالة حرب، ما تكلمنيش عن حرية إعلام الآن، الأمن القومي المصري فوق أي شيء.
ما هو الأمن القومي المصري وما هي المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري؟ أنا في اعتقادي أن هذه المخاطر تتعرض في وجود هذا الانقلاب. هذا الانقلاب هو الذي يعرض الأمن القومي المصري للخطر. عندما يتحدث عبد الفتاح السيسي في السابق على أن الإجراءات الأمنية التي تتخذ في سيناء من شأنها أن تؤدي إلى ما أدت إليه عملية الانفصال التي جرت جنوب السودان عن شماله، أعتقد أنه بما يفعله الآن هو يهدد الأمن القومي المصري. لكن يبدو أن هناك خطأ في التعريف الأمن القومي المصري لدى إعلام الثورة المضادة عندما يجعل من عبد الفتاح السيسي هو الأمن القومي المصري. نحن لدينا أزمة حقيقية. هذه الأزمة عندما يجري الحديث على ثنائية الحرية والدولة، كما لو كان وجود الحرية يمكن أن يعرقل هذه الدولة أو يمكن أن ينهي هذه الدولة. نحن نريد أن نعرف على وجه التحديد ما هي المخاطر التي يمكن أن تكون الحرية سببا فيها. نحن الآن أمام مرحلة سيئة في تاريخ الإعلام المصري كالتي مرت بمصر بعد 52، بعد انقلاب العسكر، حركة انقلاب ضباط الأحرار في 52، عندها سمعنا كلاما على أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. يبدو أن السيسي الآن يفتعل معارك طواحين الهواء في سيناء وفي غير سيناء من أجل أن يقمع الرأي الآخر، ومن أجل أن يكمل الأفراح حتى أفواه أولئك الذين ينحدون له، الذين يمثلون الثورة المضادة، الذين يعدون جزءا من انقلاب 30 يونيو. طيب، انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. هل الحرية خطر على الأمن القومي المصري؟ سيد مجدي، المحمود سعد مثلا خطر على الأمن القومي المصري لأنه عرض صورة فيها بعض النشطاء السياسيين مع آنذاك اللواء عبد الفتاح السيسي عندما كان رئيسا للمخابرات الحربية. هل عندما نزلت في 30 يونيو كنت تعتقد أو كنت تريد أن تصل حالة الحريات في مصر وخصوصا الحريات الإعلامية إلى ما نراه الآن؟ تفضل. تحياتي لك يا أستاذ أحمد ولضيفك الكريم. المشهد الآن كما ترى هو مشهد يبعث على بعض التساؤل، خاصة بعد قتل بعض جنودنا في منطقة رفح، وده طبعا هذا الأمر طبعا يدفع البلاد إلى أخذ الحيطة والحذر من كل من يتحدث. الإعلام المصري كان يجب أن يكون هناك وقفة حذرة، خاصة نحن لدينا بند أساسي في خريطة الطريق والبند رقم 6 والذي يتحدث عن ميثاق شرف إعلامي لم يطبق حتى الآن. أنا أرى من وجهة نظري أن هناك بعض المستغلون من لديهم أجندات مثل رجال الحزب الوطني الذين لديهم بعض القنوات يتحدثون بلغة الحرب أو بلغة من ليس معي هو ضدي أو من ليس ضدي هو معي. هكذا هي الحوارات التي تدار في القنوات. طيب، الخاصة. لكن للحقيقة سيد مجدي، عفوا أنا مش لا أريد أن أقطعك، أنا كنت ممكن أتفهم أن ده مش نهج الدولة ونهج النظام الحالي في مصر. لو فكرة قنواته بيديرها رجال أعمال، لكن حتى عبد الفتاح السيسي، رئيس عبد الفتاح السيسي في لحظة أما طلع منشط المصري اليوم الحكومة منورة بسبب أزمة الكهرباء، رفض ده وقال يعني أن ده شيء مش جيد ويجب أن يقف الإعلام كله وراء الدولة، حتى الانتقاد البسيط ده الحكومة منورة. نحن أمام سلطة بدا للبعض أنها ترفض أي صوت معارض أو صوت حتى ينتقد في أبسط الأشياء. فضل. لا بالطبع هذا أمر غير مرغوب، لا يوجد ما يسمى بأن أنا أرفض انتقاد، ولم يكن هناك انتقاد فليس هناك مسار ديمقراطي. الديمقراطية تسير بالرأي والرأي الآخر وليس برأي شخص واحد فقط. لكن الإعلام المصري كما يعني نص الدستور في مؤدته من 211 إلى 213 أن يكون لابد أن يكون هناك هيئة عودة لتنظيم هذه الحركة من الإعلام. أنا أرى من وجهة نظري أن الإعلام الخاص تحول إلى إعلام سباب، كل ما يقوله المذيعين في أو مقدمي البرامج في الإعلام الخاص هو مجرد سباب للأشخاص، وكل من خرج في 25 يناير أو 30 يونيو أصبح الآن هو شخص خارج عن الدولة وخارج عن القانون، وأن يريدون عودة الدولة للاستقرار. ما هو الاستقرار وما معنى كلمة الاستقرار في ظل وجود هذا الكم من السباب والشتائم لكل من خرج يطالب برأي أو يطالب بحرية أو يطالب بنهج دولة ديمقراطية؟ الأمر الآن أصبح البلد في حالة حيرة وفي حالة هذه الفترة الانتقالية. ابقى معي سيد مجدي. سيد مجدي سأعود إليك، أنت قلت كلام الحقيقة مهم أنا أريد يعني أن أواصل فيه، لكن دعنا نذهب إلى ضيف آخر عبر الهاتف من القاهرة، السيد هشام مبارك، نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار. أرحب بك سيد هشام.
سؤالي الأول، هل تعتقد أن ما خرج عن ما يسمى غرفة صناعة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون بيانهم أو بيان بعض رؤساء تحرير الصحف القومية أن هم بيتكلموا أن إحنا كلنا صف واحد وراء السلطة وضد الإرهاب وش هنسمح لأي إرهابي أن هو يدخل إلى صفوفنا بشكل أو بآخر، يعني ما كانش المعنى، هل الكلام ده نابع من الصحفيين والإعلاميين في مصر أم هو بإعاز من السلطة الحاكمة؟ والله أنا حسيت لما رأيت البيان ده أنه صادر من الشؤون المعنوية وليس من صحفيين حقيقيين، بيان هزيل جدا، بيان يعني يشعر الصحفي منا بأنه يخجل أن هو يصدر عن رؤساء تحرير كلهم قامات وهامات في عالم الصحافة. أنه أننا أولا أنا مش شايف أساسا فين التحريض اللي موجود في الصحف، يعني أنا مش شايف ده الصحف من 30/6 وهي لا الشغل الشاغل لها الترويج للانقلاب والترويج لما بعد 30/6، فمش كده ده. واحيانا تسمع حاجات غريبه يقول لك السيسي عاتب على الاعلام لانه ما بيديش الناس امل، يعني الاعلام الاعلام حتى المعارضه اللي كانت معارضه زمان تحولت الى صحف تابعه للنظام مثل جريده الوفد وعدد من الصحف، النهارده ما فيش معارضه حقيقية ومع ذلك تجد طيب. هذه اللغة التحريضية من طيب يبقى سؤال يا أستاذ هشام للحقيقة وعلامة استفهام كبيرة، فين الصحفيين؟ فين أهل المهنة يعني اللي خايفين على مهنتهم من فكرة إن هي تتحول إلى بوق من أبواق السلطة أو ل يعني إعلام تعبوي وكأننا في حالة حرب يعني؟ الصحفيين مع الأسف الشديد معظمهم يعملون في القنوات الخاصة التي يديرها رجال الأعمال اللي هم بيحرضوا على حريه الاعلام وحريه الصحافه 24 ساعه في اليوم، يعني معظم الصحفيين يعملون في هذه القنوات اللي ابواق للنظام الحالي، ما فيش صوت معارض، النهارده ما فيش برنامج في قناه خاصه او قناه حكوميه طبعا بالتالي يعني بيستضيف صوت اخر ولو حتى صوت معتدل، يعني يا جماعه مش كل اللي ضد السيسي بالضروره يكون ارهابي واعلامي وخائن ولا يحب هذه البلد، يعني انت ليه تحطني في خانه ان انا طالما لم افوض السيسي ولم انتخبه يبقى انا ما بحبش هذه البلد وان انا بكره هذه البلد وان انا اكون يعني مدان وسط اهلي ويتبص لي بصه. استاذ هشام ابقى معي ساعود اليك، ارجو ان تبقى معي، لكن استاذ سليم اي حكومه في الدنيا اي نظام في الدنيا للحقيقه عايز الاعلام يطبل له، وده منطقي يعني، حتى ممكن الحكومه الامريكيه نفسها عايزه الاعلام يطبل لها، لكن يبقى السؤال هو فين الوسط الاعلامي، فين الصحفيين يعني من احترام مهنتهم والحرص على حريه هذه المهنه يعني. ليس في يد الصحفيين حقيقه ما يفعلونه في مواجهه سلطه تواجه الراي الاخر بالدبابه، في مواجهه نظام اساسا بنى يعني انقلابه على تكميم الحريات وعلى مطاردة الصحفيين وعلى قتل الصحفيين أيضا وعلى حبس الصحفيين بقضايا مزورة، أنت لا تستطيع ملفقة، أنت لا تستطيع أن تقول أن رؤساء تحرير الصحف حتى الخاص منها والعام، يعني هؤلاء من مخلفات عهد حسني مبارك، يعني مع تحفظي الشديد على كلام زميلنا هشام مبارك بأنهم هامات وقامات، ليسوا هامات وليسوا قامات، أولئك أساس في الأصل والفصل أنهم من مخلفات عهد مبارك، رؤساء التحرير حتى الصحف الخاصة لم يكن لها أن تصدر إلا بموافقة الأجهزة الأمنية في عهد حسني مبارك، لم تكن تمنح التراخيص إلا أولئك الذين يوافق عليهم جهاد الأمن، وبالتالي أنت أمام هؤلاء الذين يعملون في هذه المعية، أولئك الذين رأوا في الثورة خطر عليهم وعادوا من جديد الآن ليرون أن هذه الأجواء تمثلهم لا. وبالتالي لا توجد لديهم مشكلة مع الحريات لأنهم لم يكونوا يمارسون الحريات، أنت لك أن تعلم أن مشكلة أولئك الذين يعني صار ضدهم مشكلات في الفضائيات وما إلى ذلك أنهم لم يكونوا على الإطلاق يمثلون الصوت المعارض، فقط أنهم ينتقدون وزيرا هنا أو مسؤولا هناك، منع هذا تماما. وأنا عايز أبشرك بأنه محمود سعد عاد وأنه قد وقع على بيان مع جريدة النهار يؤكد فيه التزامه أنه في بيت الطاعة وليس في قناة مع قناة النهار أنه في بيت الطاعة وليس خارجها، يعني أنت الآن الحكومة تحولت بالفعل إلى من بيدها عقدة المكاح، تعيد وائل الإبراشي، تتوسط لدى صاحب دريم فتعيد وائل الإبراشي، وتتوسط لدى صاحب قناة النهار فتعيد محمود سعد، وهي تريد أن تقدم نفسها طوال الوقت أنها صاحبة يعني أفضال على هؤلاء الإعلاميين، فلا يستطيع أحد أن يجرح مشاعر وزير ولو بشطر كلمة. طيب أستاذ مجدي، يعني
حدث أقل من هذا بكثير، أو لم يحدث يمكن من الأساس فكرة التضييق على الحريات بهذا الشكل والإعلام في عهد مرسي، يعني وقامت الدنيا ولم تقعد حتى من جانبكم أنتم، وأنت كنت في هذا الوقت قيادي في جبهة الإنقاذ، أين أنتم؟ يعني لماذا لم تتحركون للحفاظ على الحريات الصحفية والإعلامية ولو حتى ببيان صغير؟ أستاذ مجدي حتى من حزب الجبهة الديمقراطية والمفترض أنه حزب ليبرالي، يعني تفضل. بالطبع يعني أيام الدكتور محمد مرسي كان هناك كثير من التجاوزات ومحاصرة مدينة الإنتاج وغيرها وكبت الصحفيين ومنع باسم يوسف نفسه ومقاضاته مسلمة حدث الآن مع باسم يوسف أيضا في عصر الرئيس عبد الفتاح. باسم يوسف ما اتمنعش في عهد محمد مرسي يا سيد مجدي، بس عشان دي بس للمعلومة يعني للتصحيح يعني. أنا ترى الآن أن الإعلاميين هم راضون عن هذا الموقف وأحد منهم لم يخرج ولم يعرف أي منه عن غضبي أو وبالتالي ليس لنا كيف لنا نقف مع جماعة هي ارتضت بأن تكون حلقة في هذا المسار. يعني المستغرب أن أنت يعني تسألني هذا السؤال يا أستاذ مجدي، عفوا أنت مالكش دعوة هو معاه ولا لا، أنت بتدافع عن قيمة في المجتمع. أنت كسياسي طلعت علشان تدافع عن قيم المجتمع، طب دي قيمة بتنهار، قيمة الحرية وإيصال المعلومة الصحيحة للناس، تقول لي لا أصحابها ما وقفوش ولا اتكلموا، أين القيم؟ وطلبت بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، وطلبت بتطهير الإعلام مما يحدث الآن، وطلبت بالكثير والكثير، لكن الاستجابة لم تلقى رواجا، لأنني أطالب بمفردي لا أجد إجماع على هذه المطالبة. لا تجد إجماع على هذه المطالبة من طب ليه؟ إيه السبب من وجهة نظرك رغم إن كان في أقل من ده بكثير قوي أيام الدكتور مرسي وكان في إجماع على حتى شتم الرجل يعني بمنشطات في الصحف وفي القنوات الفضائية؟ يا سيد الفاضل ما يحدث من أحداث وتفجيرات وقتل للجنود المصريين يدفع الجميع يقف الآن في صف واحد لا لمهاجمة الدولة، لا لمهاجمة الإعلام، لا نقف مجموعة لا تخرج الآن من أجل الوقوف صف واحد، وبالتالي ما يصنعه الإرهابيون أو ما تصنعه الجماعات الإرهابية هو ما يثبت أركان أي حاكم بإدعاءه أن هذا ما يحدث هو الوقوف مع الدولة، وأنا فعلا مع الدولة ومع الوقوف مع الدولة في ظل ما يحدث الآن، وبالتالي لن أخرج عن هذا السياق إلا إذا كانت هناك تغييرات في هذا يا سيد مجدي. عفوا، دول كبيرة وكثيرة تعرضت لحالات إرهابية أبشع كثيرا مما تتعرض له مصر ولم تضيق على حريات الإعلام لأنها تعتبرها قيمة وحق مشروع للمواطن أن يعرف وأن يسمع كل الأصوات، ابقى معي. لكن أستاذ هشام يعني اسمح لي، فكرة الإعلام التعبوي، فكرة إعلام وكأنه إعلام الشؤون المعنوية كما وصفته أنت منذ قليل، من وجهة نظرك إلى أين يأخذنا وإلى أين يأخذ المجتمع؟ يعني سلبياته على المجتمع كصحفي كيف تراه؟ هذه الحالة الغريبة الموجودة حاليا في المجتمع المصري، لا الصوت الواحد والرأي الواحد والاتجاه الواحد، رغم ان التنوع هو طبيعة الحياة وطبيعة يعني المفروض ان يبقى فيه تعدد رأي. اي حاكم لو هو فعلا باقي على انه يحقق حكم رشيد لابد ان يسمح بالمعارضة، ده كان حتى ايام مبارك في معارضة ولو شكلية، يعني احيانا كان بيطلب من المعارضة انها تقوم بدور، يعني المعارضة كانت في بعض الأحيان تقوم بدور ولو شكل ولو حتى من باب كأنها كومبارس يعني، لكن حتى ذرة للرماد في العيون، لكن النهاردة حتى الحرص على هذا الدور غير موجود وغير مطلوب. طيب ابقى معي سيد هشام سأعود إليك، لكن دعونا نذهب سريعا إلى آراء من يتابعنا على هاشتاج مصر الليلة، ماذا قالوا في سياق هذه القضية؟ إليك نعم. عمر، عدة تعليقات أحمد جاءت حول هذا الموضوع، نبدأ بتعليقات على فيسبوك ونذهب بتعليق لجبر يقول: من قال بأن هذا رأي هؤلاء؟ إنها أوامر عسكرية واجبة التنفيذ برأي جابر. وننتقل لتعليق لمحمود يقول: يا جماعة دول عاوزيننا نحط جزم في بقنا وإحنا مش بنحب أو أنا مش بحب الجزم هذا برأي محمود. أما تعليق لخديجة تقول: إيه الجبروت ده؟ وصفت الوضع بأنه حالة من الجبروت تنتاب هذا أو هذه الآلة الإعلامية. كريم يقول: طيب وهم إمتى قالوا الرأي الآخر؟ أصلا يتحدث عن رأي أحادي فقط في الإعلام المصري. وتعليق للبدوي يقول: هم مش عارفين أن النظام اللي حاميهم إلى زوال وهيفضلوا لوحدهم والشعب هياخد حقه منهم. هذا ما يراه أيضا البدوي. وهو إذن آخر التعليقات، نذهب لتويتر.
وعلي لهذا الحساب أو صاحب هذا الحساب يقول ورجعنا تاني للنفاق والتطبيل برأي هذا المشارك. وتعليق لرجل المستحيل يقول كان في مصر زمان أن احنا أو أن من حقك تتكلم ومن حقي أحبسك، أصبح مش هتقدر تفتح بقك وبرضه أحبسك برأي هذا المشارك. تعليق لعباس يقول نعم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الإرهاب الذي يأكل الأخضر واليابس، وأي كلام في موضوع آخر خيانة لهذا الوطن. هذا مشارك مؤيد لما يتناوله الإعلام المصري. وهذا الحساب يقول إعلاميين برتبة رائد في المخابرات. وأختتم بهذا التعليق وأعود إليك أحمد. شكرا جزيلا عمر. الفكرة اللي تحدث عنها الأستاذ مجدي، فكرة هي العمليات الإرهابية والإرهابيين هم من السبب اللي وصلنا ليه في مسألة التضييق على الحريات ومن حق الدولة والسلطة تعمل كده. الحقيقة الكلام ده عبر عنه تحديدا النهاردة في الشروق رئيس تحرير الشروق السيد عماد الدين حسين، وقال ده السبب في الإخوان المسلمين ومظاهراتهم في الجامعة هي اللي وصلتنا لحالة التضييق على الحريات والإعلام. إيه رأيك في هذا المنطق؟ هذا كلام كذب، يعني كذب في الشكل وفي الموضوع. في الشكل أنت أساسا القصة ليست قصة الرأي الآخر، الرأي الآخر قمع وانتهى الأمر، قمع قبل التفجيرات. يعني عبد الفتاح السيسي وهو يلقي بيانه تم مصادرة الرأي الآخر تماما، وتم إغلاق الفضائيات تماما، وتم مطاردة حتى ضيوف الفضائيات تم مطاردتهم واعتقالهم في هذه الليلة السوداء من تاريخ مصر. يعني فكرة الرأي جريدة الشعب أغلقت قبل التفجيرات، كل صحف المعارضة أغلقت قبل التفجيرات، لم يعد الآن المعركة الآن ما بين الرأي والرأي. يعني ما يحدث الآن هو الرأي والرأي، مش الرأي الآخر. الرأي الآخر مش موجود، والرأي الآخر كمم في لحظة التي أعلن فيها بيان الانقلاب. فعشان بس تبقى النقاط واضحة، وكمم قبل التفجيرات وقبل وقوع التفجيرات. دي نقطة. النقطة الثانية أنه تم الزج باسم الرئيس محمد مرسي الآن. أنا رأيي أنهم لا يستويان مثلا، ولا يصح على الإطلاق أن استدعي تجربة الرئيس محمد مرسي الآن، لأنني كنت خصما لهذه المرحلة، وأنا قلت في الرئيس محمد مرسي ما قال مالك في القمر ولم يستطع أحد ولم يقل لأحد بم. دي مسألة واضحة. النقطة الأهم جدا، ما كان في تفجيرات في عهد الرئيس محمد مرسي، ومع وجود هذه التفجيرات لم يقل أحد أنه بسبب هذه التفجيرات التي حدثت وبسبب الجنود الذين قتلوا في رفح علينا أن نغلق الفضائيات وعلينا أن نمنع الرأي الآخر. بل بالعكس، الذي جرى أن هناك عملية تطاول شديدة جدا جرت على الرئيس محمد مرسي من خلال إعلام الثورة المضادة في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن التفجيرات هي السبب. ثم أنه يعني التفجيرات دي اللي بتحصل لما منع الرأي الآخر، إيه هو اللي حضيفه ولا حضيفه؟ لما يعني بالعكس وجود الرأي الآخر، والرأي الآخر ليس موجود وليس مطروحا على المشهد المصري الآن، وجود الرأي الآخر يجعلنا أطرح مزيد من الأسئلة. يا أخي أنت قلت أنه في تفجيرات حصلت، حصلت إمتى وفين الصورة بتاعت هذه التفجيرات؟ قلت مصابين، في صور هؤلاء المصابين، في تساؤلات كثيرة جدا جرت في هذا الأمر، فين هذه التساؤلات؟ أنت لما تيجي النهاردة ترتكب هذه الجرائم التي تحدث في سيناء في هذه الليلة على وجه التحديد، ثم يجري منع الإعلام من تغطية هذا المشهد، هل ده هيفيدك في إيه وأنت تواجه هذه التفجيرات؟ والتفجيرات بتاعتك في سيناء ولا في عموم القطر المصري؟ لما تنزل الجيش بقرار جمهوري لكي يكون موجودا في الشارع المصري، هو التفجيرات عندك كانت في سيناء ولا برا سيناء؟ ثم انت في وجودك في سيناء كان ممنوع قبل ذلك، كان ممنوع بامر الاعلام، كان ممنوع بامر حريه الصحافه. انا اشاهد الان. ثم في نقطه مهمه جدا بس ترد على الاستاذ حمدان، اللي هي انه الصحفيين ما قالوش. هي من امتى كانت حريه الصحافه ملك الصحفيين؟ حريه الصحافه ملك المجتمع. ولما جه حسني مبارك في القانون 93 وقال لك خلاص هنعمل الحبس الاحتياطي على الكتاب من غير الصحفيين، اتقال له لا، لانه القصه هنا ليست قصه الصحفيين، الحريه لا تمنح للصحفيين، الحريه للصحافه هي ملك المجتمع جميعه. والاصل في الاشياء انه انا ما استناش الصحفيين يستدعوني عشان اقف معاهم او ما اقفش معاهم في مساله الحريه. الاصل في الاشياء اذا كنت مؤمن بالفعل بالحريه كقيمه، علي ان اخرج من اجل ان اواجه هذا القمع وان اواجه هذا الاستبداد وان اواجه. لانه ثوره 25 يناير، وانتوا قلتوا انه 30 يونيو امتداد ل 25 يناير، ثوره 25 يناير اول ما طلبت بيه هو قضيه الحريه. لما يجي حد النهارده ويخرج ويكمم الافواه على النحو الذي يجري الان، هو ضد ثوره 25 يناير وعلى الذين شاركوا في 30 يونيو ان يعلنوا براءتهم من الذي يعني خذل مبادئ وقيم ثوره 25 يناير وخرج عليها على هذا النحو. سيد حمدان، الحقيقه انا امامي البيان اللي خرج عن غرفه الاعلام واتحاد الاذاعه والتلفزيون. رئيس غرفه الاعلام هو صاحب مجموعه السي بي سي، الرجل الاعمال المعروف سيد محمد الامين. والحقيقه في رد صحفي يعني ما بيقولوا له لا ده بيبقى ده كده بقى اعلام الدوله واعلام يعني الشؤون المعنويه، قال انا موافق حتى لو وصلنا لكده لازم كلنا نقف وراء الدوله في هذه اللحظات الصعبه.
أليس غريبا أن نستمع لمثل هذه الكلمات من محمد الأمين تحديدا، ويعني رئيس قنوات السي بي سي التي كانت في لحظة من اللحظات يعني تشتم على قنواتها، إحدى المذيعات بتشتم الراجل آنذاك الرئيس محمد مرسي يمكن بأبوه أو تشتمه شتم مباشر، يعني إيه اللي تغير؟ لم يتغير شيء. كما أشرت، الإعلام الخاص هو لا يمثل الدولة بل يمثل أنفسهم، وما خرج من سي بي سي أو يخرج من فضل البلد أو يخرج من القاهرة والناس أو يخرج من القنوات التي يمتلكها بعض رجال الحزب الوطني لا يعبر عن الشعب المصري. الشعب المصري فعلا يدرك ذلك. لو هناك إحصائيات بالفعل الآن تدار لعلم كل أصحاب هذه القنوات أن الشعب المصري لا يشاهد هذه القنوات. الشعب المصري الآن اتجه إلى مشاهدة قنوات أخرى لكي يطلع على الحقيقة أو لكي يسمع الرأي الآخر الذي يدل إلى طريق صحيح. لا، لابد أن نلتفت إلى كلها. ما يحدث الآن كما أشرت هو إعلام السباب أو إعلام الشتائم، ليس هناك إعلام حقيقي، ليس هناك إعلام فعلي يتحدث. بالمناسبة يا سيد مجدي، عفوا لعله يكون سؤال شخصي، إحنا ليه ما بنشوفكش دلوقتي في الإعلام الحكومي المصري أو الإعلام الخاص؟ بطلت تظهر ليه؟ أنا مش بطلت أظهر. أنت تعلم أن هناك قرار اتخذ وتعلمه جيدا بعدم ظهوري، نتيجة لأني ظهرت على قنوات الجزيرة، أشدت بمهنية قناة الجزيرة الإخبارية، وبالتالي هم لا يريدون من يشيد بأحد القنوات. أنا تحدثت عن أنني ذهبت إلى قناة الجزيرة الإخبارية ورأيت مهنية وحرفية عالية جدا، وهذا كان رأيي، لكنه يبدو أنه لم يرضي بعض ممن يتولون القيادة الإعلامية في مصر، وبالتالي منعت من الظهور الإعلامي. وهذا أنا سعيد بأنني اتخذ يعني تم منعي، لانني قلت رايي بحريه ولم اقوله تحت ضغط. طيب، وما زلت مع ان 30 يونيو كانت هي الثوره التي يعني غيرت وجه مصر؟ على مبدئي ولن اغيره. فانا يعني كما تعلمون جيدا نشئت في اسره. طيب، المبادئ والاخلاق هي في المقام الاول. هو كده الموضوع ما فيهوش مساله المبدا. لكن سيد هشام، فكره يعني تعتقد في أمل أن يخرج مجموعة من الصحفيين أو من الإعلاميين يكون لهم صوت مخالف وصوت العقل يعني وصوت توعية الناس، أم تعتقد أن الأمر برمته يدار من مكان آخر وهو الشؤون المعنوية للقوات المسلحة؟ والله الأصوات العاقلة كثيرة جدا والأصوات الوطنية كثيرة جدا، وحتى إن كانت محسوبة على معسكر المعارضة ولكن لا تجد فرصة في هذه الظروف. يعني أنت كما ترى الصحف والفضائيات لا تسمح بأي صوت معارض، ولو حتى من وجهة نظر هؤلاء أنه هو صوت وطني. النهارده ما أصبحش في رغبة في ظهور أي صوت. لكن هل الصحفيين حيظلوا على هذا الحال؟ والنقيب الصحفيين الذي يعني هو أحد من أيده الانقلاب وأحد من يظهر في الفضائيات، يعني هو أحد المستفيدين من هذه الفضائيات، هل ممكن تتصور ان هذه النقابه يعني تقدر تطلع حاجه في الوقت ده، او مجموعه من الصحفيين يقدروا يعني يثبتوا، هيثبتوا فين اذا كان ممنوع عليهم التعبير عن ارائهم، ممنوع ان هم يظهروا، ممنوع الا كان كل واحد داخله طبعا نفسه، اكيد الامل موجود ومش لكن انت من وجهه نظرك لا امل في مجلس نقابه الصحفيين على الاقل الحالي يعني؟ اكيد يعني املنا بقى في المجلس الجديد ان شاء الله في مارس القادم، ويعني اتوقع ان يكون مجلس افضل من هذا المجلس حتى يعيد للمهنه كرامتها. يعني انا ما شفتش بيان صدر من المجلس الحالي ضد ما يحدث حاليا في الاعلام المصري الا مشاركه النقيب في البيان الهزيل اللي طلع بيعتذروا فيه ان الاعلام كان بيحرض. انا ما شفتش اعلام لا خاص ولا حكومي ولا بيحرض في الفتره اللي فاتت ولا احد يقبل التحريض. طب وايه حكايه ان احنا لن نسمح في بيان نقاب صحفيين بعناصر ارهابيه ان تدخل الى المهنه؟ يعني انا الحقيقه مش فاهم المعنى ده في البيان، ممكن تفهمه لي لو حضرتك فاهمه؟ يعني واضح ان هي برضه رغبه في تصفيه حساب. هو دلوقتي حتى من تعاطف او ابدى تعاطفه من الصحفيين مع نظام الاخوان المسلمين الان يصنف على انه ارهابي. احنا اتفقنا ان كل من هو ليس مع السيسي فهو في نظر الاعلام الحالي ارهابي، ممنوع عليه انه يعمل اي يمارس اي عمل صحفي. يعني طالما لم تكتب او لم تؤيد السيسي بنسبه 1000000% فانت في المعسكر الاخر على طول.
رغم ان اي نظام قوي يحتاج معارضه قويه. لو انا نفسي المقربين من السيسي ينصحونا نصيحه مخلصه، لان بدون معارضه قويه لن يستمر هذا النظام، ولن يستطيع ان يحقق ما يرمو اليه في الشارع. طيب. المصري الشارع المصري النهارده في حاله حيره. طيب. هل الاعلام هو اللي بيحرك النظام ولا النظام هو اللي بيحرك الاعلام؟ لما اشوف النهارده، طب خليني اطرح السؤال ده، الحقيقه هو في حيره، لكن خليني اطرح السؤال ده على الاستاذ سليم ضيفي في الاستوديو، مين اللي بيحرك مين؟ لا، اللي بيحرك سلطه الانقلاب هي التي تحرك هؤلاء الاعلاميين، يعني وهؤلاء الاعلاميين لديهم حاله من التماهي مع سلطه الانقلاب، وانهم ينتظرون هذه التوجهات على النحو الذي حدث بعد 52، عندما قبل كثير من الصحفيين او بعض الصحفيين او بعض قاده العمل الصحفي قبل فكره تأميم الصحافه وفكره وجود رقيب عليهم، وكانوا يعني بل بالعكس يعني قديما كانوا يعني يمكن ان يناورون مع هذا الرقيب الجاهل. الان انت لديك رئيس تحرير تحول الى رقيب، يعني عسكري مراسله، يعني تماما بالضبط التوصيف الطبيعي له، هو عسكري مراسل لدى المجلس العسكري، رؤساء التحرير تحولوا هكذا. بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، هي القصه لحريه اعلام ولا القصه ان الدوله في ازمه ولا القصه الحقوا الدوله لا تقع لا ياخذها برد، القصه كلها ان السيسي مأزوم، السيسي لديه ازمه فاراد ان ينتقل خطوه الى الامام بقصه انه يدير حرب، ما قدرش يدير حرب لا في ليبيا ولا في العراق ولا لمسافة السكة ولا شيء من هذا القبيل، فاراد ان يقفز ان يصطنع حربا في سيناء، وبمقتضى هذه الحرب يعني قانون الحروب لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وقالها عبد الناصر لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وكانت النتيجة انه المعركة كانت صوتها في صوت بنت البنوت في 67، يعني بنت البنوت على ايامها يعني. فاللي حصل السيسي الان مأزوم، عنده ازمة مش معانا حتى، عنده ازمة في دوائر الانقلاب، يعني دوائر الانقلاب نفسها ليست معه على قلب رجل واحد، ويريد ان يكون المجتمع كله على قلب رجل واحد وقلب سيادته. الان كلهم ليسوا معه، والان هو مش قادر يعمل انتخابات مجلس الشعب لانه رجال الاعمال متربصين بيه هيهيمنوا على المجلس، فنزل بقرار منه الجيش عشان خاطر يحمي مساله الاراده التي يريدها في صناديق الانتخاب. والى اين سينتهي هذا المشهد؟ هذا السؤال، الى اين سينتهي بنا هذا المشهد؟ هذا المشهد يعني سيذهب بمصر الى كارثه، سيذهب بالانقلاب نفسه الى كارثه والى الهاويه، وهذه الهاويه سوف تنتهي تماما عندما يسقط هذا الانقلاب، وهذا الانقلاب ساقط، يعني ساقط لا محاله، هذا انقلاب ضعيف، ودليل على انه يعني كلمه برنامج تلفزيوني نقد لوزير ملوش اي معنى، وزير الاسكان ولا وزير التعليم اللي كنا بنديهم على قفاهم قبل 25 يناير، هل ده يهز اركان الدوله المصريه الا اذا كان اولئك ينظرون الدوله المصريه على انها كيان هزيل لهذا الشيء بهذا الشكل؟ سليم عزوز الكاتب الصحفي اشكرك شكرا جزيلا، كذلك اشكر ضيفي عبر الهاتف الصحفي هشام مبارك كاتب الصحفي، واشكر ايضا ضيفي عبر الهاتف من القاهره سيد مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه. مشاهدينا عرضنا في مصر الليله متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. شكاوى متزايده من غش البنزين في عدد من محطات الوقود، وسائقون يحذرون من تاثيره على السيارات، ويطالبون الحكومه بتشديد الرقابه على منافذ التوزيع.